طيب اخدك من الموضوع بتاع فيروس كورونا واتكلم على امر متعلق بالموضوع ده بس ممكن على المدى البعيد، وهي فكره الدوله اللي هتستضيف نهائي دوري ابطال افريقيا. كاميرون. ما انت قلت الكاميرون خلاص، انت الموضوع منتهي. ما فيش كورونا بقى هناك يعني، خلاص ما فيش كورونا. الموضوع منتهي، انت قلته من الاسبوع اللي فات والموضوع منتهي، وحتى الناس بعد كده ابتدت تتناقل احنا قلناه وخلاص بقت الناس بتاكد اللي احنا بنقوله. بس فكره ان المغرب مقدمه على استضافه الفاينل دوري ابطال والكونفدراليه، تونس مقدمه والكاميرون مقدمه، انت هنا عندك لو المغرب لغايه اللحظه دي ما سحبتش الطلب وتونس ما سحبتش الطلب، وفي حالات في المغرب وفي حالات في تونس، الكاميرون من هنا لغايه شهر 5 ما تعرفش الوضع هيبقى ايه. هل عندك معلومه ممكن يحصل تعديل، الشكل يتغير؟ بص خلينا في المفروض حسب بيان الكاف ان في اجتماع لجنه الطوارئ اللي فيها 6 أعضاء يوم الخميس 12 مارس الخميس الجاي بعد بكره، والاجتماع ده يبقى بالكونفرنس لانه ما فيش يعني ما فيش مكان يعني ما فيش، مش هيقعدوا في مكتب، مش هيقعدوا في مكتب كونفرنس. المجموعة لجنة الطوارئ دي فيها 2 مهمين جدا، لان ليهم المغرب ليها 4 فرق ومصر ليها 3 فرق. مظبوط. من ال8 فرق اللي هيلعبوا دوري الابطال والكونفدراليه في 7 فرق بيمثلهم 3 بيمثلهم مهندس هاني ابو ريده، و4 بيمثلهم فوز الاقشع، وال2 موجودين في لجنه الطوارئ. مظبوط. في حلول كتير قوي. الحل الاساسي اللي هو الكاميرون والمغرب هتاخد الكونفدراليه وخلاص. في اقتراح تاني، لان في تجربه سابقه، ماتش السوبر اللي كان بين الاهلي والزمالك اللي اتلعب في جنوب افريقيا، وماتش السوبر اللي كان بين الاهلي والنجم الساحلي اللي اتلعب في اثيوبيا كان 48 متفرج حضر الماتش ده و86 متفرج حضر الماتش ده. تمام. فالحقيقه كان فكره الماتش واحد خاصه انه كان سوبر كانت فاشله تماما. مظبوط. حتى السوبر اللي اتلعب بين الرجاء والترجي في قطر والسوبر اللي اتلعب بين الزمالك والترجي في قطر كان جمهور الزمالك كان حاضر بس ما كانش الاستاد مليان، والماتش بتاع الرجاء والترجي الاستاد ما كانش مليان خالص. مظبوط. ففي التجارب كلها ال4 تجارب تجارب نسبيا فاشله، وده اللي هيتقال في الكونفرنس بتاع لجنه الطوارئ اللي هيتقال. انا بس بختار الكلمات اللي انت بتقولها. ده هيتقال في الاجتماع اللي جاي. في دي مشكله هيناقشوها. طيب مشكله هيناقشوها رغم ان في اصلا ده المفروض اجتماع عشان ياخدوا قرار فين. هل بقى ممكن يرجعوا في قرار؟ ممكن يرجعوا في القرار، بس عشان يرجعوا في القرار لازم مكتب تنفيذي، واقرب مكتب تنفيذي في الكاميرون في ابريل على هامش كاس الامم الافريقيه الافريقيه المحليين. مظبوط. فهيبقى فاضل فتره قريبه، هل هيختاروا القرار الاسهل ويودوا دوري ابطال الكاميرون والكونفدراليه كده كده رايح المغرب مفيش غيرها اللي قدمت؟ الله اعلم. بس حسب الاراء وحسب اللي انا شايفه ان ممكن يرجعوا في القرار ويعرضوا الامر تاني على المكتب التنفيذي ونرجع تاني ذهاب واياب للماتشين. انما 50-50، 50% كاميرون 50% ممكن نرجع ماتشين تاني. طيب احنا الاسبوع اللي فات وديناكوا الكاميرون، الاسبوع ده او الكلام دلوقتي 50-50. احنا بنقول الكلام اللي هيحصل بعد اسبوع، يعني انت طبعا لسه الاجتماع يوم الخميس اللي جاي بس.